تقريبا اه تقريبا زي صح ما بقتش انت تصور. عايزه اقول لك اه والله بقيت شفت المناخير دي عامله ازاي. انا بتكلم جد والله بقيت شبه الحصان. شبه من الحصان يا اخي. وده شيء جميل والله. شيء جميل جدا الحمد لله. الحمد بس لله. انا عايزه اقول لك انه في بيقول لك الناس بتشبه الحيوانات اللي بتحبها. طب الحمد لله انا جت على قد الحصان. ومش بالضروره انه التشبيه يعني مثلا ممكن واحده تبقى شبه الفار بس تبقى كيوت ولذيذه. على عيني كيوت مين بقى ده يعني كيوت شبه الفار كده لذيذه عامله كده دي حته جبنه رومي ومصياده وخلاص. بس انت ابتديت علاقتك مع الحيوانات مع الحمار مش مع الحصان. اه وده شيء انا افخر بيه. اه والله الحمار ده طيب جدا عشان عارف تبقى عارف. أيوة. يعني الحمار ده كائن طيب جدا يتضرب ويجر عربيات ويروح بيه الغيط ويجي من الغيط وتلاقي مثلا ما عارف لما اطلع كوبري بشتيله الحتت دي اللي عندنا تلاقي الحمار طالع شايل 4 طن حديد وكفران وعينيه مبهدله ما بيقولش اي حاجه وفي الاخر ممكن لو تاه عارف البيت يرجع تاني مسالم جدا فراجل طيب يعني الحمار. طب انت كان ليك قصه مع اول حيوان ركبته فكان عندك 8 سنين يوم. اه يمكن 7 8 سنين اه في الفلاحين عندنا في البلد عند عمي الله يرحمه وجدي الله يرحمه كده كنت بحب اركب اي حاجه باربع رجلين يعني. اه والله خروف ماشي حمار ماشي جاموسه ماشي فكنت اجي مروح بقى واحنا مروحين في الاعياد وكده كنا نروح بقى لاهل ابويا في البلد وكده فاجي مروح انا شبطان بقى في الحمار فيضحكوا عليا يقولوا الحمار في شنطه العربيه اول ما توصل عم فودة عم فودة ده اللي هو السواق يعني أي. عم فودة هيطلعوا لك من شنطه العربيه فوصل البيت ما فيش حمار طبعا فمأساه بقى يعني تقول لهم فين الحمار؟ هاتوا لي حمار. اه بحب الحمار. طب ليه بنشتم بالحمار؟ يعني ليه لما الناس بتاخدها شتيمه انت حمار؟ يعني ليه مع انه حيوان طيب لا هو طيب وهو في ميزه جدا ده من تفسيري انا من عشيرتي تحديدا للخيل وللحمير يعني انا بحبهم على فكره. ليه تفسير ان الحمار ده كائن بيولف على ايه؟ بمعنى ان انت تلاقي مثلا في الفلاحين الحمار يقول لك ايه ده هيسرح الغيط يسرح الغيط تلاقي الفلاح قاعد القعده بتاعتهم اللي بالجنب على البردعه دي ورايح قاعد نايم الصبح والحمار عارف سكته يوصل لغايه الغيط الراجل يصحى ينزل يقعد يشتغل ويشيل بقى البرسيم والحاجات دي كلها ويحمل الحمار وممكن يدور الحمار على الطريق بس الحمار يرجع لغايه البيت يفضي النقله ويرجع فهو كائن مولف فبيصبح عنده نظريه الارتباط الشرطي دي بتوصل لانها مش نظريه وتربيه وولف بس لا بيبقى ولاء فاحنا اللي فسرنا ولاء الحمار على انه ما بيتكلمش غلط بمعنى ان هو لو على العربيه كرول هو مش هيميز الاشاره فاتحه مثلا ولا قافله فهو ماشي هو الراجل نيته حلوه عايز يرجع مكانه بس ممكن يكسر اشاره فيقول لك ده حمار لكن هو ما يقصدش هو عايز يرجع يعني الحمار طيب والله جدا الناس اللي بتعامله يعني ما يصحش نسئله ونشتم الحمار لا مش مسألة لا مش للدرجات دي يعني انا ما اقصدش يعني الحكايه دي يعني مش هنتعامل معاه كانه ابن عمتي يعني بس اقصد يعني مش هتقدر تغمض عينيك